اذا هلا احنا زي ما حكيت انا في البدايه انواع السيستمز بشكل طبعا في سيستمز ثانيه بس انواع السيستمز الاساسيه لما بنطلع احنا على دايناميكال سيستمز هذول بنسميهم دايناميك سيستمز. يعني انا مهتم في الدايناميكال بيهيفير تبع هذول السيستمز او سيستم داينامكس. في عندي خمس انواع من السيستمز الاساسيه. الميكانيكال بنقسم للترانسليشنال والروتيشنال. الترانسليشنال بتحرك بشكل خطي، الروتيشنال بتحرك بشكل دوراني. الالكتريكال سيستمز اللي كانت مكونه من ار وال وسي. فلويديك سيستمز زي ما شفنا المره الماضيه اللي فيها فلويدز، سواء كانت الفلويدز طبعا هي الموائع اللي هي غازات او سوائل، هاي بتشملها كلها الفلويديك. واليوم رح نطلع على الثيرمال سيستم. وممكن طبعا الشيء المهم الاعقد من هيك انه ممكن السيستمز في الحياه الواقعيه هي خليط من هاي الاشياء. يعني انا ما راح اجي الاقي سيستم يكون هو بيورلي الكتريكال، احتمال كبير يكون الكتريكال وروتيشنال ميكانيكال، او مثلا الكتريكال وثيرمال، او فلويد فلويديك وثيرمال، احتمال كبير تكون فلويديك وثيرمال. فالسيستم الحقيقيه لما نيجي نطلع في الحياه الواقعيه راح لها اعقد بكثير من هيك، راح يكون خليط من هذه السيستمز. انا هون بس عم اعطيك فليفر، بحس انه السيستمز الواقعيه الحقيقيه في الواقع هي خليط من السيستمز هاي اللي موجوده هون. اليوم راح نحكي على ثيرمال سيستم، فيري سمبل ثيرمال سيستم. راح اخذ ماس، والماس هاي معزولة، عزلتها من كل الجهات، عزلت عازل مرتب. زي ايش عازل كويس؟ ايش العوازل المادة العازلة كويسة؟ مثال عليها. فلين كويس. ايش كمان في بتستعمل احيانا؟ الصوف الصخري. كمان ايش كمان؟ بوليستيرين. شوفوا مادة البوليسترين هاي البيضة، سموها بوليسترين بوليستيرين، هاي كمان مادة عازلة. فاجينا احنا عزلنا هاي، عزلناها عزل ممتاز، معزولة من خمس جهات. ومن الجهة السادسة من هون في عندي مادة لها مقاومة حرارية، يعني لا هي موصلة تماما ولا هي عازلة تماما، اللي تمر الحرارة منها. وهاي المادة راح اسميها سلاب، لها مقاومة حرارية، راح ارمز لها بآر سب تي اتش. ايش يعني سب؟ يعني هون هذا الحرف الصغير اللي تحت، يعني هي ار بس تحت ثيرمال، تي اتش من هون من ثيرمال. وحدتها بدون ما ادخل بتفاصيل لانه ما فيش حاجة ندخل احنا بال راح تكون كلفنز بير وات. في طبعا لها تفسير من وين اجت، بس انا هلا بس رح اكتفي به انه لها هذه كلفنز بير وات، يعني لما يمر عليها وات واحد بكون عدد درجه الحراره، الفرق بدرجه الحراره بكون كذا كلفن. هلا ببساطه بنفكر فيها انه هي الشيء اللي بقاوم مرور الحراره من هون لهون. ايش وحده الطاقه؟ جول. جول. والوات هي عباره عن فلوريت. فلوريت. اذا ممكن نفكر الان بالوات انها جولز بير سكند. يعني كاني بقول انه تدفق الحراره وحدتها القدره، مش هيك؟ تدفق لها، لانه وحده الحراره وحده الطاقه الحراريه ايش؟ جول. وحده الطاقه الميكانيكيه جول، مش هيك؟ لازم نفسها. اذا هي الفلوريت تبع الحراره، الطاقه الحراريه هي عباره عن وات. هلا راح يصير في عندي اذا درجه الحراره هون لهي الماده اللي موجوده هون راح ارمز لها بالرمز ام انه لها ماس معينه ام، راح يصير في فلو منها من هون الى الخارج، لانه درجه حرارتها هون اعلى من درجه حراره الغلاف. عندي هون هاي افترض انه درجه حرارتها هي ثيتا ام اوف تي، نفرضها بالكلفن او بالسلسيوس، وراح اعتبر هون انه هاي عدد الدرجات قديش هي اعلى من الامبير. يعني نفترض درجه الحراره مثلا هون صفر او ايش مكان، وهذه هي اعلى منها. يعني اذا هاي كانت ثيتا اي اوف تي، الفرق ما بين الاثنين هو اللي بيهمني، يعني ثيتا ام اوف تي قديش هي اعلى من ثيتا اي اوف تي. اذا هاي درجه الحراره تحت هذه الماده اللي موجوده هون. راح اسخن هذه كمان، راح ادخل عليها حراره او طاقه حراريه عن طريق كويل. عارفين شو الكويل هذا؟ عمركم شفتوه؟ زي ايش بيشبه هذا الكويل؟ ايش بيشبه؟ صوبة الكهرباء. صوبة الكهرباء عبارة عن ايش؟ عبارة عن مقاومة، عم بمرر فيها كرت، مش هيك؟ بتكون بيطلع منها اي سكوير ار، مش اي سكوير ار شو بتساوي؟ اللي هي بالضبط بدقة ايش بتساوي اي سكوير ار؟ بتساوي الوات، الباور اللي بتعطيني اياها هاي المقاومة. إذا هاي المقاومة إذا كانت قيمتها ار مررت فيها اي سكوير ار، رح يكون واتس، عدد الواتس رح تتكون من هون.
هاي رح تسبب لي هلا هون رح تسبب بعض وهاي معزوله تماما بس السلكين مرات السلكين عزلتهم مزبوط مره السلكين عزلتهم مزبوط فدخل عندي هلا عندي حراره هون كيو انبوت اوف تي وحده كيو انبوت اوف تي هي فلو لحراره شو رح تكون اذا وحدتها جولز بير سكند او واتس إذا وحدتها هذه جولز بير سكند او نفس الشيء الحراره اللي طالعه هلا اذا درجه الحراره هون اذا احنا قاعدين في الغرفه هون مدفين الغرفه مدفيه مضبوط والدنيا برا برد درجه الحراره برا اعلى من درجه الحراره هون بس احنا حاطين شباك بس رغم وجود الشباك يا شباب اللي بيدخل بتاخر ما يحكي بس يقعد بسرعه يقعد بضل ساكت الشباك اللي موجود هون رح يحاول يمنع بس الا يصير في مرور الحراره من جوا لبرا مضبوط الحرارة هاي اللي راح تطلع من هون لبرا مع ايش راح تتناسب؟ لو درجة الحرارة هون في الغرفة مساوية لبرا هل راح يصير في فلو؟ لا لو صار الجريدينت هيك، لو صار الجريدينت هيك يعني درجة الحرارة جوا أعلى من درجة الحرارة برا، شو راح يصير بالحرارة؟ راح تطلع، والشباك ايش راح يحاول يعمل؟ إذا كان شباك كويس راح يحاول يمنع، إذا هون راح يكون عندي كمان ثيتا كيو عفوا أوت أوف تي، لاحظوا إنه كيو أوت أوف تي بتساوي دي اتش أوت دي تي هيك هي فلو للحراره اذا هي جولز بير سكند هي فلو بلاش اقول الحراره لازم اقول الطاقه الحراريه لانه هي فلو للجولز الجولز عمالها بتطلع بير سكند او ممكن اقول وحده منها واتس اذا نفس الشيء هون شو بيشبه هذا بالفلويديك سيستم بتذكرين الفلويديك سيستم اللي اخذناه المره الماضيه؟ شو بيشبهه؟ بيشبهه لحد كبير مش هيك؟ كان عندي انا هون مضخه بتضخ مي انا برسمها جبنا مضخه هون سنترفيوجال بامب سنترفيوجال بامب من هون بتضخ مي وهاي المي الانبوت تبعها حتى استعملنا نفس الرمز كمان استعملنا كيو انبوت اوف تي بس هذيك كانت جولز بير سكند هاي ايش راح تكون لانها فوليومتريك فلو ريت مترز كيوبيك مترز بير سكند يعني فوليوم للمي بير سكند وبعدين كان عندي تانك من هون التانك نفس الشيء هون انا طلعت على درجه الحراره لكن هون انا اهتميت بالارتفاع هون كان الارتفاع بالامتار وهذا كان في فتحه من هون والفتحه لاحظوا كل ما كانت اكبر او اصغر وكل ما كان الرو كانت اعلى او اكبر لهي الماده وجي اكبر او اعلى لهي الماده كلها اثرت على الريزيستنس تبعت هاي الاورفيس، اورفيس معناها فتحه في فتحه عندي هون فرضنا انه لامينر فلو فكان عندي هون الاوتبوت كيو اوت اوف تي هذا هو تدفق الخروج وكمان هذا وحدته كيوبيك مترز بير سكند وهذا وحدته كيوبيك مترز بير سكند لانه فوليومتريك فلو ريت وهذا زي ما هذاك دي اتش على دي تي هذا دي في ان على دي تي هو ريت اوف تشينج اوف فلو ريت وكان عندي هون كميه من السائل موجوده هون كميه السائل كلها اللي موجوده هون شو بتشبه هون ايش بقابلها هون؟ الحراره الموجوده هون اللي هي الطاقه الحراريه قلت الطاقه الحراريه يعني هون في عدد من الجولز تخزنت في هاي مش انا بقدر اجيب حجر واخزن فيه حراره وبعدين الحراره هاي بتصير تطلع من الحجر كاني خزنت زي التانك اللي خزنت فيه مي والمي هاي بعدين بقدر استفيد منها لكن البارامتر اللي انا مهتم اني اشوفه هون اراقبه هون ايش كان؟ ارتفاع المي وهون ثيتا انا هون مهتم بدرجه الحراره يعني انا هون بدي اتحكم بارتفاع المي اللي موجوده بهذا التانك عن طريق تحكمي بالبمب كمية الفلوريت اللي بدخله وأنا هون بدي أتحكم في درجة حرارة هذا البلوك هاي الماس اللي موجودة هون عن طريق تحكمي في الانبوت فلو في الانبوت هيت ريت اللي داخل عندي هون فبصير أنا أغير يعني هون بصير أغير الهيتر تتغير معي درجة الحرارة وإيش بصير يمكن تبرد برا يمكن تصير الدنيا برد برا أكثر مش هيك شو راح يصير؟ راح يصير تدفق أكثر للحرارة من هون وهكذا أوكي؟ إذا أي وحدة؟ هاي الماس تبعت البلوك الموجود ما بتهمناش دي ما رح تدخل في الحسابات لانه انا هون ايش كانت عندي الكباسيتي اللي بتقابل الكباسيتي تبعت هذا التانك متذكرين المثال حكينا المره الماضيه مساحه ارضيه التانك مهمه لانه لو انا جبت تانك مساحه ارضيته صغيره جدا وحطيت فيه كميه معينه من المي شو بصير بالارتفاع؟ بيطلع كثير، لكن لو جبت تانك ثاني له مساحه قاعده كبيره جدا وحطيت فيه نفس كميه المي شو بصير بالارتفاع؟ اقل، اذا شيء بهذا بيشبه الكباسيتر، الكباستر نفس الشيء لو احنا جينا على كباستر وحطينا عليه كميه معينه من الشحنه كولومز بالكولومز وهو الكباستنس تبعته كانت منخفضه وحطيت عليه كميه معينه من الكولومز شو راح يصير بالفولتج عليه؟ راح يرتفع كثير لكن لو جبت نفس كميه الشحنه هاي نفس كميه الكولومز وحطيتها على كباستر
له كاباسيتنس عالي جدا، شو راح يصير بالفولتج تبعه؟ ارتفع شيء بسيط جدا، نفس الشيء بالتانك ونفس الشيء عندي هون، اذا هون عندي اللي بيشبه بقابل الكاباسيتنس، انا هون رسمته طبعا بشكل غلط هون هندسيا، لكن هذه هون عباره عن A. وكاني هون بسميها هي C فلويدك، كانها الفلويدك كاباسيتنس تبعت هذا التانك، ووحدتها هون رح تكون سكوير ميلز. هو في شيء اسمه فيش سي زي الكهرباء، بس انا بدي احاول اشبه السيستمز ببعض، فشبهت هذا السيستم بالكاباسيتنس فسميتها هاي سي سب فلويدك، وهون راح اسميها سي سبيسيفيك اللي هي هاي الماده اللي موجوده هون. كل ماده حتى ارفع درجه حرارتها درجه مئويه واحده بدي عدد معين من الجول، اذا هذه وحده سي اس اتش تكون جول كلمه، يعني اذا بدي ارفع كميه درجه حراره هذا البلوك الحجري او المعدني او ايش ما كان، حتى ارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده او 1 كلفن بدي عدد معين من الجولز، وهذا راح يختلف طبعا من ماده لماده وحسب وزن هذه الماده. هذا بنسميه سبيسيفيك هيت، سبيسيفيك هيت لهذا البلوك. اذا لاحظوا شو صار عندي، في عندي ريزيستنس بيشبه الريزيستنس اللي هون، في عندي كاباسيتنس بيشبه الكاباسيتنس اللي هون، في عندي input flow rate بيشبه input flow rate اللي موجود هون، وفي عندي output flow rate بيشبه output flow rate اللي موجود هون. إذن هذول systems analogs، analogs يعني متشابهين، ونفس الإشي لما كان عندي الـ RC circuit، متذكرين الـ RC circuit first order RC circuit، ونفس الإشي أظن اللي بقابلها هو أظن اللي بقابلها mass وdamper، بقابلها mass وdamper أو spring وdamper حسب الأنالوجي. إذا هلا بإمكاننا نبدأ نكتب بالمعادلات تبعت هذا السيستم، راح أمحي الآن هذا من هون لأنه خلص انتهينا من الأنالوجي واضحة، الأنالوجي التشابه واضح نعم. دكتور الثيتا اللي هي درجة الحرارة؟ هي إذا بدي أكون دقيق هي مش درجة الحرارة بس، هي قديش درجة الحرارة هاي أعلى من درجة الحرارة برا. حتى أكون دقيق، لأن لو بدي أحطه مش حاضر أحلها بسهولة إذا حطيت هاي ناقص هاي، هي الفرق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية. مش درجة نكون دقيقين، إذا بنكون دقيقين هي الفرق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية، دلتا تي. دلتا ثيتا نعم تمام اوكي. طيب راح امحي الان هاي اللي شفتوا الانالوجي التشابه، هلا راح اركز هذيك ونحلها. نفس الشيء المفهوم العام تبع الموديلينج شو بنعمل؟ شو عملنا بنعمل دائما؟ الخطوه الاولى نكتب ديفرنشال ايكويشنز بناء على المبادئ الفيزياء الاساسيه او الكونزرفيشن اوف ماس او كونزرفيشن اوف مومنتم كونزرفيشن اوف انرجي نيوتن سكند لو اي شيء هذا راح نبدا. إذا خلينا أول شيء نطلع، كمية الحرارة اللي موجودة في هاي الماس زي كمية التانك راح تعتمد على لو بدي أشوف قديش الفرق ما بين الإنبوت فلو ريت والأوتبوت فلو ريت وبكاملهم، إذا كاملت هذا اللي هو كان دي في دي اتش على دي تي راح تكون عندي كمية هيت الكلية، يعني أول شيء إذا طلعت على هذا البلوك قديش دخل له، زي أنت حسابك لو بديت صار لك تشتغل 10 سنين من بداية ال 10 سنين لآن لو اجيت طلعت كل شهر قديش دخل عليه وقديش طلع منه، قديش دخل عليه وقديش طلع منه، وكاملتهم كلهم مش بقدر اوصل قديش انت في حسابك اليوم؟ إذا عرفت قديش كان في من 10 سنين، وخلينا نفترض إنه من 10 سنين كان صفر ما فيش فيه شيء، إذا كل اللي بدي أعرفه شهر باي مانث باي مانث أو سكند باي سكند قديش؟ قديش دخل لحسابك وقديش طلع من حسابك؟ هاي بنمثلها بالشكل التالي، بنقول إنه ثيتا ام أوف تي تساوي عفوا اتش، بدي أنا أحسب كمية الحرارة، كمية الجول كمية الجولز اللي مخزنة في هذا، راح اسميها اتش اوف تي لهي الماس بدها تساوي، شو يعني لما بجمع على فترة طويلة أشياء؟ شو عمالي بعمل رياضيا؟ انتجريشن. إذا عم بعمل من زيرو من بداية الزمن تي، هذول طبعا أنا بإمكاني أقول راتبك بطرح منهم ايش دائما؟ مصاريفك بطرح من راتبك، فإذا باخذ كيو انبوت لازم هون استعمل دمي فاريبل ماينس كيو اوت اوف تاون دي. هاي معادلة صحيحة، وحدة اتش اوف تي ايش لازم تكون؟ هاي ايش بتمثل؟ جولز. جولز تمام، طب هذه بتطلع جولز معي؟ ايش وحدة هاي؟ جولز بير سكند. وهاي لازم اطرح منها جولز بير سكند، جولز بير سكند، جولز بير سكند بتضلها جولز بير سكند، شو عمالي بضربها؟ سكند. شو بتعطيني؟ جولز. هاي وحدتها هون هاي صحيحة. هلا لو جينا اطلعنا على هذا البلوك درجة حرارته، درجة حرارة هذا البلوك بتعتبر هي حاصل ضرب، لو ضربت ثيتا سبيسيفيك هيت بتعطيني كمية الهيت اللي موجود، أو إذا بتحب تفكر فيها بالطريقة الثانية، لو أنا جبت كمية الهيت هاي من جولز وحطيتها في هذا السيستم، هذا البلوك، هذا الحجر،
وقسمتها على سي اتش رح تعطيني قديش الارتفاع في درجه حرارته. مش احنا كنا نقول هاي شو بتمثل؟ بتمثل كم جول بدي حتى ارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده، مظبوط؟ اذا لو انا قسمت عدد الجولز على قديش بدي حتى ارفعه درجه مئويه واحده، شو رح يطلع معي؟ حرارة. اذا حراره هذا السيستم من هون بتساوي ثيتا ام، بتساوي التوتال هيت اللي حطيته فيه على سبيسيفيك هيت تبعه من هون. نتاكد دايمنشنال، شو رايك نعمل دايمنشنال تشيك نتاكد شغلنا مظبوط؟ ايش يعني دايمنشنال تشيك؟ نتاكد انه اليونتس هون صحيحه واليونتس هون صحيحه. هلا هاي بدها تكون كلفن، خلينا نسميها كلفن، هي كلفن او سلسيوس حسب الها. هذه عندي هون ايش؟ جولز كلفن، عفوا جولز. وبعدين عندي سبيسيفيك هيت بنطلع ايش كانت وحدتها؟ جولز بير كلفن. ايش راح يصير عندي؟ جولز راح تشتغل مع جولز. كلفن ماينس 1 موجوده تحت، وين راح تروح؟ راح تروح اذا هذا راح يصير معي كلفن. اذا هاي تساوي هاي، هاي المعادله دايمنشنال تشيكينج. دائما كمهندس ايش لازم تحاول تضلك تعمل او مهندسه؟ دائما تعمل دايمنشنال تشيكينج، تتاكد اللي على يمين الايكوال ساين لازم يكون دائما مساوي على شمال، والا في عندك خطا في الوحدات او في المعادله او شيء. اذا هاي المعادله الان جاهزه. هاي رح نسميها واحد، هاي رح نسميها اثنين. هلا شو بقدر اعمل؟ بدي اتخلص انا من اتش ام اوف تي، فبقدر اعوض اثنين في واحد او واحد في اثنين زي ما بدك، فبصير عندي هاي في هاي بتساوي اتش ام. اذا سي اس اتش مضروبه في ثيتا ام اوف تي تساوي التكامل من 0 ل t q input of tau minus q output of tau d tau. هذه هاي المعادله الان بتمثل العلاقه ما بين الاثنين. انا بمين مهتم؟ مهتم بثيتا ام، ما بدي اخلي هذا الانتجريشن، كيف بقدر اتخلص منه؟ نعمل ديفرنشيشن. اذا بعمل ديفرنشيشن للجهتين، هذا كونستانت هذا فيريبل، اذا بصير عندي ثيتا ام of t dot c s h بتساوي q input. هلا بتصير هذه of t مش مشكلة، q out of t هذه عندي 4. هي أول معادلة بتهمني من هون. المعادلة الثانية هلا بنركز على هذا البلوك، الثيرمال بلوك هذا اللي موجود هون. هلا المنطق بقول إنه كل ما صار درجة الحرارة الفرق ما بينهم أكبر رح يصير في فلو أكثر، مش هيك؟ مين راح يقاوم هذا الفلو؟ العازل اللي موجود هون. اذا المعادله راح تكون انه درجه الحراره ثيتا ام اوف تي، الدقيق اني اقول هي الفرق بدرجه الحراره، الفرق بين الخارج والداخل. انا تبسيطا سميتها هيك، اذا بدي اشتغل مضبوط لازم تكون ثيتا ام ماينس ثيتا اي، بس انا فرضت انه هذه كانها زيرو، كانه هي الريفرنس بالنسبه لها. هذا بقسمه على ار من هون بعطيني الاوتبوت فلو ريت اللي هو كيو اوت اوف تي. هلا عندي، خلينا نتاكد، شو رايكم نعمل دايمنشنال تشيك كمان؟ صرنا شاطرين بالدايمنشنال تشيك، مضبوط؟ نعمله كمان مره. طيب ثيتا ايش وحدتها؟ كلفن. كلفن ار ايش وحدتها؟ كلفن بير وات. اذا رح يكون عندي هون كلفن بير وات، كلفن رح تشبك مع الكلفن. الوات تحت ايش رح يصير فيها؟ بتطلع فوق، بس الوات هي عباره عن مضبوط المعادلة. إذا عندي هاي صارت المعادلة، هاي جاهزة، هاي المعادلتين اللي جاهزين عندي. لاحظوا عندي معادلتين بثلاث مجاهيل، أنا مين مهتم هلا أربط مين في كيو؟ بدي كيو مين؟ أي كيو؟ لا بدي إياها كيو إنبوت. مين بدي أتحكم يعني أنا بإيش بدي أتحكم؟ أتحكم بالحرارة عن طريق تغيير؟ أنك بكرة بعدين لما تروح تبني هذا الكنترول سيستم، شو راح تصير تراقب؟ تصير هدفك إنه هذا يوصل قيمة معينة، إنك تدفي حالك من هون، او انه البروسيس تبعتك تكون ماشي على درجه حراره معينه عن طريق تغييرك للانبوت الموجود هون. اذا مين اللي بدي اخلص منه؟ هي جاهزه المعادله حتى اتخلص منه. بقدر اعوض الان 5 في 4، اذا سبستيتيوتنج 5 ان 4 بعطي محل كيو اوف اوت هون، بحط هذه القيمه اللي بتطلع هون، بصير عندي الان سي اس اتش مضروبه في ثيتا ام اوف تي دوت تساوي كيو انبوت اوف تي ما تتغير، كيو اوت اوف تي محلها بحط ثيتا ام على ار. هاي راح اسميها 6. هلا بس بدي اعيد الارنجمنت واحط ثيتا على جهه وكيو على جهه،
خلينا نضرب كل شيء في ار فبصير عندي ار. احنا هون ار لازم نضلين نسميها ار ثيرمال مش احسن؟ خلينا نسميها هون ار ثيرمال سب تي اتش يعني، وهاي هون سب تي اتش. اذا عندي هون ار ثيرمال مضروب في السي عفوا في كيو ان كيو انبوت اوف تي تساوي هاي تنتقل على الجهة الثانية بتصير بوزيتيف، بصير عندي هلا هون سي اس اتش ار تي اتش مضروبة في ثيتا ام اوف تي دوت زائد ثيتا ام. ضربنا كل شيء في ار تي اتش مضبوط هيك؟ هلا شو جاهزين نعمل؟ ناخذ اللابلاس ترانسفورم، بس لازم نفترض لازم يكون عندي انه ثيتا ام اوف 0 بتساوي 0. اذا اسيومينج ثيتا ام اوف 0 تساوي 0 تيك لابلاس ترانسفورم بصير عندي هلا هون عندي ار تي اتش هاي بحولها لكيو كبيره اوف اس بتساوي سي اس اتش ار تي اتش، وهذه عندي هون في اس رح تيجي من الاشتقاق اللي هون، وعندي هون زائد واحد برا رح تطلع معي ثيتا اوف اس 8. اذا الترانسفير فانكشن الان بين التو فيربلز اللي بيهمونا بتساوي ثيتا ام اوف اس على كيو انبوت اوف اس وتساوي ار تي اتش على سي اس اتش ار تي اتش اس بلس. كم بول له هذا السيستم؟ 1 بول. 1 بول، قديش قيمة البول؟ ماينس 1 على سي ار سي ار اللي هو التايم كونستنت. كم زيرو؟ 1 ما له ولا زيرو. ماشي ولا زيرو هذه كونستنت. اذا هذا له بول واحد، هذا فيرست اوردر سيستم له تايم كونستنت سي اس اتش ار تي اتش.